مرحبا بكم مقبل كل شيء الكل. باش نبتكروا اليوم نوع آخر من الاجتماعات اللي المنظم يسمع مش يتكلم. حبينا نعملوا نوع من الاجتماعات هذه للناس أهالي المواطنين متاع المنطقة، هم يتكلموا على مشاكل المنطقة والرؤى متاعهم فيما يخص تحسين الأوضاع في المنطقة وبشكل عام تحسين الحياة في المنطقة نفسها. ولاية منوبة ولاية أنتم تعرفوها لأن ساكنين فيها 400 ألف ساكن تقريبا 100 ألف هكتار معناها من أراضي زراعية، 18 ألف سقوية، 20 ألف طالب، 40 ألف، هذه أرقام متاع 2010، 20 ألف طالب. لكن في المقابل تشوف الولاية هذه رغم الكثافة السكانية متاعها تقريبا 374 ساكن في الكيلومتر المربع، بينما معناها المعدل الوطني 19 ولا قديش، معناها منطقة فيها كثافة سكانية عالية. لكن تشوف مستوى العيش تقريبا أقل من العديد من الولايات الأخرى. البطالة أكثر، بطالة 17% في منوبة، يقولوا أن 13 و14 في سائر الجمهورية. لكن اللي يلفت الانتباه أكثر معناها ما يسمى بالكاليتي دفي، معناها جودة الحياة. لو تصوروش معناها ولاية فيها 400 ألف ساكن، لا فيها مسرح، لا فيها سينما، لا فيها أي معناها مقر ترفيه وتثقيف للمواطنين. بينما معناها في العالم الكل كي تكون مدينة جامعية معناها تلقى فيها وسائل الترفيه الكل. شكون المسؤول عن هذا؟ هل المسؤول الدولة فقط أو الدولة والمواطنين؟ كيف نحسن جودة الحياة في ولاية منوبة؟ شكون مسؤول على هذا التحسين؟ باش نقعدوا ديما نستناو كيما رحمة ربي ممطر، نستناو حتى الدولة تقوم بما تقوم به، وبالخصوص ما الدولة يقول لك ما عنديش فلوس وحياتنا احنا تمشي بدون أن واحد يبادر بتحسين حياته وحياة جيرانه وحياة المواطنين المتواطنين. معناها هذا السؤال المطروح، فبدنا اليوم باعتبار أنه منوبة ولاية فلاحية وجامعية، بدنا أنه شوية من الفلاحين يتكلموا على مشاكل الفلاحة، خاصة بعد المصيبة اللي حلت بكم أخيرا اللي هي المسمى باللفحة النارية وتأثيراتها، وشنية المستقبل متاع الفلاحة. تقريبا 22 ألف هكتار تمسوا بهاللفحة النارية، معناها مئات المليارات اللي تبخرت بهاللفحة النارية. الناس باش يقلعوا الأشجار متاعها باش يعوضوه، شنية الضامن أنه ما تجيش آفة أخرى؟ معناها هنا من الواضح جدا أنه وزارة الفلاحة مسؤولة بالدرجة الأولى، الدرجة الأولى، لأن فماش تنبيه وما فماش توجيه. فماش تنبيه قبل اللفحة النارية حتى حد ما نبه بها، وما فماش توجيه إيش نعملوا بعد. فبدي أنه الشباب الموجودين يطرحوا مشاكلهم كشباب، مشاكل العيش في بلاد اللي تقريبا صحراء ثقافية متصحرة، صعوبة العيش هنا بالنسبة لواحد طالب كيفاش يعيش في منوبة، وأن الفلاحين يشوفوا شنية الأفق متاع تطوير الفلاحة في منوبة. وشكرا، كلمة لكم أنتم. احنا قبل الفلاحة طلبنا، خاطر توا كل صراحة كارثة كبيرة ياسر، عدة نقاط حبينا نبسطوها حتى على
على حكومة، ما نقولش وزارة الفلاحة، وزارة الفلاحة متحسة وتعرف المرض وتعرف الدنيا الكل، لكن الحكومة ورغم جد في وضع في وضعية صعبة. أنا نقول عليش تو حان الوقت لبعض صندوق الجوائح والكوارث الطبيعية. يا أخوي هالصندوق هذايا تمونوا الفلاح، مش كي تجي كارثة على الفلاحة يا أخوي هالصندوق هذا يتبنى التعويض اللازم. راهو ماشيين في ثنية، معناها شو باش نقول لك أنا، ثنية كحلة بالنسبة للفلاح. راهو الفلاح مش يهبط تحت مستوى الفقر، راهو كي يهبط الفلاح تحت مستوى الفقر راهو مش الفلاح برك باش يتمس، أول ما يتمس من بعد هو الوكال، وراهو من بعد باش تولي اللي نتحطوا احنا تويكا ونقولوا القدرة الشرائية مرتفعة. راهو بالشيء تو اللي صاير في الميدان الفلاحي راهو باش يولي الدوبل والتريبل، خاطر بيدو الفلاح معاش عجلة الإنتاج باش تقف بالنسبة للفلاح. هذه بانكا تسالو، هذه مياه الري تسالو، هذه فهمتني فورنيسارات تسالو، هذايا هذايا التراكتورات ماخذها بالكريدي، هذايا ولاده معاش باش ينجم يوكلهم ويقريه، شكون باش يهز معاها وذن القف؟ هذه راهي مربوطه بالمجموعه الوطنيه، الناس كلها، الدوله، الحكومه، احنا كفلاحه زاده نتحملوا قسط من هالخساير هذه، لكن وحدها راهي منظومه كامله، لازم الناس كلها تحط ليد في الليد، سينو راهو باش الفلاح باش يمشي، هاو مشى الفلاح. أما راهو الأخر ديما نقولها، الفلاح هو اللي يموت الأخراني، خاطر الفلاح ديما يرجع للتركينة تاع الدار، باش يلقى شكارة الشعير وشكارة القمح، يطيبها خبز وياكل الخبز، آخر واحد يموت بالشر هو الفلاح. دونك أنا نطالب ماذا بينا من وزارة الفلاحة ويزينا يا خويا من المماطلة، تي فدينا، تو قداش عندها هذه مشكلة اللفحة النارية، تي ما لقينا حتى نتيجة. حتى مش نقلعوا، ثم الناس توا قاعده يلزم تقلع ومش تبدل برامجها ومش تعمل على روحها. مازلنا ما نجمناش حتى شهاده معناها ضرر يلزم تعطيها له وزاره الفلاحه، تقول لا السيد هذا السنه فلاح انزاص راهو ضر، نعطيه شهاده ضرر الاخرى باش يقدمها للبنك الاخرى. يا خويا تعمل جاست الاخرى، نحسوا اللي الوزاره راهي معانا يا خويا الاخر تعطي المال للانزاص بليش، خاطر تو سامحني هو يشوف فيها فارغه ومتخذه وكيفاش باش يسقيها، وتجي تقول له انت اجي خلصني وسقي شجره الانزاص، هو فاشل، هو خلقي فاشل، كيفاش على الاقل احنا ما شفناش حتى اكسيون اللي فريمون صحيح. ثم داروا وشافوا هذا كله شو كدرت وشفت وشو وشم الريزلتا النتائج اللي وصلنا، هو الماء ما عطاهولوش بلاش باش يسقي، باش يمنع سوا ديزون يمنع اذا كان منعت، فهمتني؟ على الاقل قول له اخويا اقف معاه اعطيه طرف ماء عاونه حتى مورالمون باش ينجم يواصل لحظه يستحفظ عليها الشجره. هو ثم ناس السوانيها ما عادش نجم تدخل له، ما عادش وين يدخل؟ يدخل يروح مريض، ما عادش فيه، تو راهو في غيبوبه الفلاح. وهذا الكل احنا مانيش نطالبوا مش معناها نعجزوا الدوله، راهو احنا الفلاحه اذا كانوا وقفت عجله الانتاج على الدنيا السلام، مش نرجعوا نستوردوا ومش نرجعوا كل شيء نجيبوه من برا ويا خيبه المسعى. وهذاك الاستعمار الحقيقي هو الاستعمار الغذائي، إذا كانوا السنة ولينا كل شيء نجيبوا فيه من برا، احنا كنا قبل نتعاركوا على الاكتفاء الذاتي وبشينا في برشا مراحل. يا أخي ما وصلناش عملوهم بزعوا في الحليب احنا الفلاحة، هي كي بزعنا الحليب احنا الفلاحة شكون تلفتنا؟ كي بزعنا الطماطم شكون تلفتنا؟ كتابة طابة السوق والسلعة تبرك شكون تلفتنا؟ أنا ديما خاطر احنا بكل صراحة ونداء الفلاح، خاطر احنا الفلاحة ديما سامحني في الكلمة ديما البهيم القصير اللي يجي يحب يركب يركب. شكرا. إسام مجدوب ناشط من المجتمع المدني. عنا أول حاجة نجيو البنية التحتية الساعة بتاع الولاية، نشوفوك العام صار في بلاصة اسمها الحنة اللي معناتها صارت فيضانات، حتى
الجنارية الكلها هزها الماء، وكما كان يحكي السيد الفلاح الكلها ضرت. الثاني حاجة قطار الأحواز لازم نفعلوه في الولاية، فمجموعة من تبربة ما تنجمش تمشي لتونس مثلا، لازمها قطار أحواز هذايا اللي يربط مع برشلونة باش يوصل الحمامات ونابلس وصفاقس. مستشفى جهوي ناقصنا زاد، وعندنا سوق مركزية للفلاحة. مش علاش احنا تو جماعة باجة واللي جيونا من غاديك ما نعملوش سوق مركزي هوني في الولاية، نكونوا معناتها في عوض يافطوا البن عروس هكا اللي جاي من باجة ومن الكيف وكل شيء يافطنا لسوقنا احنا، وزيد اون بليس معناتها الفلاحة متاع الولاية القوين يبيعوا سلعتهم، وحتى مستوى المعيشة ينقص. وكما راهو فرشة فلاحة يتشكاو حتى في البركاجات في الكياس قاعدة تصير لهم ساعات. باه نحكيو الشباب، مشكلة الشباب اللي سولت هي مهمشتو. قولوا لي كيفاش أبسط الأشياء باش تمشي للولاية باش تاخو كار باش تخرج رحلة. بن علي وقت اللي عطاه الولايات كيران عطاهم هدايا من سيادة رئيس الجمهورية إلى ولاية منوبة، عطاهم ثلاثة كيران ولا زوز كيران. فسخت الكلمة ذيك شو اللي عندهم في مخاخهم، هذيك عبارة كلونديستان تشيع الخدمة متاع الولاية. انا كقائد مفوج معناتها نتاع كشافه كي نقدم دوموند نحب ناخذ مخيم ما يعطينيش، نمشي نكريها ب 400 و500. احنا نراو في المستوى المعيشي نتاع الناس الكل زويول، كان ولاية ما دعونيش انا بكار باش نهزهم ولاد صغار، صحيح ولا؟ معناتها هذه ثاني مشكله. نحكيو على التشغيل، التشغيل للشباب رانا قلقنا من الحوارات السياسيه وقلقنا من السياسه وقلقنا من تصوروا فيه انتم مشاكلكم. عن البول تكنولوجيك هوني تلقاوش شكون يخدم فيه ولد منوب، مستحيلات ولا 1% ولا 2% اللي هو ولد منوب يخدم فيه. وتقول لك الشباب علاش مش قاعد يجي للحوارات ولا للاجتماعات، خاطر يحكي 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 وما باش يوصل حتى شيء. ويعطيكم الصحه. اليوم عايشين في منوبه ما فماش مثلا دار ثقافه، انا لو وصلت على دار ثقافه ما فماش جمعيه مسرح نشطوا فيهم، ما فماش مكتبه، مكتبه عندنا مكتبه حتى دخلت لها الطب معناها مش ثريه بالطب، معناها ما فماش نوادي ترفيه نوادي فكر اكثر تخلي الطالب. نحن عندنا كومبيوس كامل فيه 40,000 طالب ما يفزر طاقته داخل النوادي هذه. نطالبوا معناها من السلطات المعنيه انها توفر لنا معناها ديار ثقافه مكتبه باش تكون جامعه للشباب ونقاشات فيها تصير. مرحبا بكم. حمادي الزغبي رئيس فرع الرابطه التونسيه للدفاع عن حقوق الانسان منوبه باردو العمران المنازه. دونك عندنا ولايه منوبه وشطر من ولايه تونس، نتبع في الملفات في المشاكل الفرديه والجماعيه اللي قاعده تقع في القطاعات الكل. عندنا في الفلاحه في الصناعه، عندنا معناها ولايه منوبه فيها صناعه، فيها 8 مناطق صناعيه اهمها قصر السيد والمرناقيه، لكن فما في وادي الليل، فما في طبربه، في جديده. المشاكل الكبيره هذيك معناها مشكله البطاله، وهل المناطق هذه ما هيش مستوعبه البطاله اللي موجوده في منوبه لانها كثافه كبيره. دوار هيشتر اللي هي قريبه للمنطقه الصناعيه نتاع قصر السعيد، لكن البطاله معناتها بعشرات الالاف في دوار هيشتر اللي هي معناتها اكبر معناها معتمديه من حيث الكثافه السكانيه ومن حيث عدد السكان والمشاكل اللي فيها معناتها من الجريمه والجريمه الارهابيه. اليوم معناتها كي نشوفوا جوامع جامع النور وجامع أبو بكر الصديق، يعني هذا وجه من اللي نعيشوا فيه في منوبة معناها الإرهاب. وتعرفوا أنتم حتى جامع النور قبل شنو صار فيه في 2013. نجوا للمنطقة المناطق الفلاحية، معناها أول مشكلة عشناها من أوت 2012 حتى التو هي معناها في الدخيلة. الناس هذوما معناها، وهنا باش ندخل في مسألة الأراضي الدولية وشركات الأحياء اللي أصبحت بالنسبة للأهالي شركات الموت، وحتى المستثمرين ولوا يسموهم المستعمرين. يعني كانت كي تقرأ كراس الشروط متاع شركات الأحياء تقول والله معناها برنامج خارق العادة، لكن في التطبيق من البداية
لشكون باش نعطيوهم معناتها الاراضي هذه بمئات الاكتارات؟ راه واحد برك تلقاه ماخذ 500 هكتار و600 هكتار، يعني مش شويه. فما شكون ماخذ في المرناقيه ذي العزيزيه فيها 800 هكتار، منهم 132 هكتار سقوي. معناها كي تجي تشوف ال 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 معناتها هالضيعات هذه الشاسعه اللي كانت معناتها تساهم في تنميه الجهه وتساهم في التشغيل، وقت اللي دخلت شركات الاحياء منين كانت التعضديات تخدم في ناس في عمال بصفه قاره وتخدم في مئات الموسميين، معناها وقت الحصاد ووقت معناها جني الزيتون ووقت جني معناها العنب وكذا، لين هذيك الكل تهمشت هامله تمشي. انا مره هزيت قناه الحوار وعدينا تقريب ساعتين في الضيعه نتاع العزيزيه في 2013، معناتها تشوف الاشجار المثمره كيفاش ميته، وتشوف في ناس غرباء على الضيعه يدخلوا يحرثوا ومن بعد يدخلوا لمكانه الحصاد يحصدوا، ومعناتها المؤتمن العدلي لحياتها لمن تنادي، والولايه كيف كيف. معناها الوالي وقت اللي قلت له وين المؤتمن العدلي، معناها حتى ما يعرفش، حتى لما عطيته وين رقم التليفون. يعني فما معناها عدم متابعه، وفما معناتها هل الضيعات هذه ما معناها تخليت على دورها من حيث التشغيل من حيث التنميه. وهنا راهو يلزمنا المثال اللي بديت به سامحوني نتاع الدخيله، راهو ناس توقفت قعدوا أكثر من شهر تاع أوت كامل وجزء من سبتمبر أكثر من شهر وهم بصفة سلمية. بعد وقت اللي ولاوا يلعبوا بهم على خاطر وعدوهم في وزارة الفلاحة في وزارة أملاك الدولة كونوا باش يقع استرجاع الأرض هذيك للديوان الأراضي الدولية، لكن ما تم حتى شيء. وقت اللي معناتها ردوا الفعل بصفة معناها متحمسة وكذا، معناها توقفوا وتعذبوا، منهم واحد هزوه معناها في الشجرة قدام المستثمر وعلقوه ويضربوا فيه، معناها تعرضوا لتعذيب. ومنهم ثلاثة، ها واحد منهم حاضر بجنبي، معناتها أكثر من 10 أشهر وهما في السجن، وتوا معناها ما خرجناهم كان بدعاية مكثفة، وحتى قناة الحوار الحقيقة ساهمت، عملنا ندوات صحفيه معناتها مرتين في مقر نتاع نقابه الصحفيين، وعملنا معناها وقفات احتجاجيه باش نجمنا خرجناهم ونجموا يعدوا رمضان اللي قبل مع عائلاتهم. لكن اليوم مازالوا راهم متابعين، مازالوا لتو معناها ما تحكمش عليهم، وما رغم الايقاف الطويل. يعني هذه مشكلة متاع الأراضي الدولية، راهو أنا نطلب من سي طاهر باش معناها نخصصوا لها وقت ومتابعة. كيف كيف الفلاحة، سمعت السيد يحكي معناتها على اللفحة النارية، وشفنا تعدينا على تبربة وتعدينا على ومشينا حتى البطان، معناها فما معضلة حقيقية. وحكاية التعويض هذه باش يعطوهم مليون على الهكتار، يقول لك مليون هذايا معناتها تصور أنت الهكتار فيه 1100 شجرة، معناتها ما يخلصوش حق التراكتور. بحيث راهو يلزمنا زاد هنا نتكاتفوا الناس الكل، معناها المجتمع المدني والاعلام، معناتها لانه هل التعويض هذايا راهو ما يلبيش معناها الحاجه وما يجبرش الضرر، خاصه الفلاحه اللي غرسوا توا عندهم 3 سنين، و3 سنين وهو يصرف من دويات ومن يد عاملة ومن لهوة، وهو بيده ماهوش خالص، يقول لك أنا أقوم من 5 متاع الصباح نروح 10 متاع الليل وما عنديش أجرة. السنة كيف باش ناخذ الثمرة؟ معناها ضربها المرض. يعني راو بالحق أكثر الناس المتضررين هما الفلاحة اللي عندهم 3 سنين وهما يصرفوا وما بعداش ما نالوا حتى شيء. يعني راهو فما مشاكل متاع الحرفيين ستة، مشاكل الحرفيين زاد معناتها، وتعاملت كانوا مشتين معناتها عاونتهم باش تعملوا معناتها جمعيه حتى وهما يحكيوا على مشاكلهم تاع معناتها الكوميرسياليزاسيون تاع التسويق، ومشاكل معناها تاع العرض، ومشاكل عده مشاكل. يعني فما زاد مشكله التنقل في جهه منوبه، معناتها المعتمديات بعيده على بعضها، المرافق بعيده، ووسائل النقل ماهيش متوفره.
هذا تقريبا ومعناها واصحاب اصحاب المشاكل الحقيقيين اللي حاضرين كما جماعه الدخيله ولا كما جماعه معناها الحرفيين تو يزيدوا يوضحوا اكثر. شكرا لكم. انا عم نتكلم لك على تربيه الماشيه على شغله العم. قبل كان تربيه الماشيه ولايه منوبه الكره اللي قاعده فيها تو في جديده ولا في شوات ولا في ولا في سدال الحطاب قاعده باركه هيك. والعملية سيد وزير الفلاحة يزيد يعطي متريال يعطيها لقلق وبناء حرام. ناس يخدموا ناس متريال راقي التراب ما يخدموش فك الأرض يعطيها لقلق وبناء ده وتخدم هي ماشية بركة. يا سيد سي بن سالم اللي تو يتكلم على شركات شركات رو مش عطيهم بلاش رو ثم ناس غالطة راي الفلاح كاري بخمسمائة ألف الكتار من ملك الدولة رو بلكمش خمسمائة ألف رو مش مزيد خيب عطيها الفلاح هو وقاعد يراقب فيه ويكسر يقول له لا تعملها هذيك حتى خسر فيها تعملها. يا سيد راني ما نعملهاش انا خاسر راني خاسر مئات الملايين. اما الدراسه نتاع الدوله غالطه كما يعطوا فينا تو في الماء شريك الماء سايبنا من العروسيه سايبه مغادي تحسب على الفلاح. هاني مسؤول انا تاع جمعيه ما لقيناش باش نخلصوا الخدام تاع جمعيه هو ياخذ 110 وراكت في البساء وانا 30 فرنك باش نخلص لنا الخدام اللي مش وزع الماء ونقيد 10 دخلت لي 5 الحلاقه مشات وحتى حد ما يقول له كون ماشي وين جاي ناحي من راسي وبعد انت انت خوذ وي وين ماشي بيش هي ذاي موش معقول عليهم مولي والله لو معقول عليهم هذه شيء غريب برشا 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 بربي ما زلت من المس التسيسي تو السيد يحكم عليهم انا ماني متمنى حتى الحزب على ما سنوب شنو نتكلم على فلاح. شوفوا الناس راهو مشيتوش لبرا وشوفوا راهو نمشي لكم قبلت لكم مع بديت جديده اجي شوف تلقى صباع ب 600 مراه قاعده ملوحه كانت تخدم عند الفلاح. هذا اللي نحس فيه انا ما يسالش انا دقدقت نطلب توا صدقني نطلب هوك شوف سنيتي انا عندي 7 هكتارات مشاولي شنو اللي عندي انا سخيبري هذوك لاني متوظف لاني عندي مشاريع هم وربي سبحانه. حاجه ثانيه حابين نحكي بالله على جماعه الدخيله. جماعه الدخيله كانوا يخدموا في هذه التعدديه تاع شراب وعدوهم باش يعطوهم من ومرهم وجي واحد اخر مستثمر ووعدوهم قدام اللي يعطي لازم المستثمر باش يعطوهم كل واحد 7 هكتارات نعرفهم الناس اظن نعرفهم بالكدا بالكدا في الاخر جاوا تكلموا الحقهم في الاخر قال لا نحطك في الحبس. قلت ولادي باش تحطني يعني في الحبس وانا مستعد باش ندخل الحبس انا قلت ولادي ونزرق على قلت ولادي انا تو ما عنديش بالسوبر المزبوط ما عنديش باش ناكل هنا ايش تحبني نعمل تحبني منغور ها ولادي قاعد الشر وانا قاعد نخزرك هني عايزك يا دولة راهو هكا يا دولة راهو هكا يا دولة راهو هكا حتى حد من قال لك كل ماشي سايب المرزوقي بالله يا اخي المرزوقي مشاو لجماعة امرأة من منصورة قال اخي انت من قبلي هي سمرة جات قال اخي انت من قبلي شاطر شنو عطاهم قال مبرو ربي معكم انا ماشي رئيس دولة راني مانيش واجب ماشي الواحد مزمر كيفي ماشي رئيس دولة ماشي حلي مشكلتي ياما يدز بالبيت كله حديث فارغ حديث فارغ قاعدين يغلطوا بالشعب والشعب باش يرجع عليهم بالشيء هذا خاطر انا نجم ناكل راني ما يهمنيش انما ولد حبيان ناكل عندي طرف شعير ناكلهم وعندي طرف قمح ناكلهم اما يغيظني يا زوالي اقسم بالله على زوالي بالله العظيم الناس كان نشوفهم تبكي عليهم والله باش نبكي عليهم والله والله امراه كانت مسكينه يجي وقت الانذار تجيب وليداتها من المكتب ها وتجمع الانزاز تحضر وليداتها تكسيهم سبعه تبارك لقات شيء باش تاكل والناس قالوا يخزرونا كيك مالا تو عايت لنا والي ولا عايت وزير ولا كذا ولا لا 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 تنبع الغدوه وتتكلم الغدوه شكون راك حتى نهار باش نعملوا مسيره تو وقتها يتقعدوا معنا احنا بالله عمر حتى في الثوره ما عملناش مسيره ما قلنا لهم احنا عندنا ثقه في بالنا فيها من الاول عمر ما عملنا مسيره والمرشيه عمره ما قف وما عملنا كراف عمر ما عملناه والغدوه مستعدين انت شويه وانا شويه باش ياكل خبز اما الاخر يلوجك على السياسه كل ليله فد دون اخلا يقلا ها فلان ها فلان ها فلان وهي كلها تخدم على الكراسي الشايبه ذمة وما هوش مش يفرح التونسي ناس غلط فيهم. حاجه ثانيه الدواء الدواء ناخذه فيه باش تعرفوا العباد شنو هي الدواء يتباع بالسوق بادر الدواء باش نداو الجر يتباع بالسوق جابوا لنا دواء مش شنو عمره ما عرفناه ب 13000 بدون وين الناس اللي تراقب؟ شكون يراقب فينا احنا؟ تعرف شكون يراقبه؟
علي العريض تعرف شو يراقب ولا علي بن سالم يراقب هو المسؤول سركيت راه مسوط هو هذا كان ها في الاخر يتمليك علينا الحاسب ولا في الاخر خلنا ان شاء الله علي العريض ذاك كان جاي يقصد بالجميل احنا متربيين ولاد عائله مالناش مع التجمع خذيناه قول له وقت اليوم مدرك بسيدي ثابت 40 يوم مدرك بسيدي ثابت بعد نقلوه الجديده جبت بها 14 ما مرمتناش اما هو مرمتنا وتنقم منا تنقم منا كما حب اما لازم ربي باش يتيح فيه ما عنده ونمشي والسلام عليكم. مروا على هي منطقه مهمشه 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 لا عندنا فضاء ثقافي لا فضاء ترفيهي لا حتى معمل باش يلم النساء ولا الرجال ولا الاولاد. الحاجه الوحيده اللي بارزه في الدخيله هي البطاله ثم البطاله ثم البطاله. احنا اولادنا جاهدوا باش يخرجوا المستثمر باش يخدموا وتربطوا وقصاوا الحبس وتعذبوا حكايه 10 شهور ومع ذلك لحد الان مازالت البطاله هي نفس البطاله. احنا نطالبوا حتى ولو بعث حتى مصنع مصنع صغير باش يلم اكنساء اللي قاعدين يمشوا بالمئات كيلومترات في الكمين غير ماهيش محميه باش يمشوا يخدموا الفلاحه في مناطق خارج من منطقه الدخيله. يمشيو حتى لولايه باجا ولايه جندوبه وهما باش يخدموا الفلاحه بينما احنا منطقتنا منطقه فلاحيه مستحوذين عليها المستثمرين اللي ما خليوش حتى العمال التوانسه نتاع المنطقه نساء ولا رجال ولا شباب يخدموا فيها. احنا طالبوا بعث حتى مصنع ولا مشروع فلاحي كبير يلم اهل المنطقه، اي منطقه كبيره ماهيش صغيره، عندنا مثقفين، عندنا الفلاحه، عندنا كل شيء، منطقه مهمشه مهمشه. هذيك احنا الحاجه الوحيده اللي نطالبوا بها، احنا هذا واحد من الاولاد اللي توقفوا 10 شهور كاملين. وتعذبوا انا والدي زاد تعذب واللي حكى عليه عم حمادي اللي تعلقوه في الشجره وتعذب على خاطر دافع على خدمته دافع حب يطالب بالخدمه في منطقته وشكرا. كل التركيز على الجانب الصحي في ولايه منوبه. الولايه ككل تقرر الى المرافق الصحيه ما عندناش سبيطارات فيها الاختصاصات الكل، عندنا زوز سبيطارات مختصة اللي هو الرازي والقصاب، هذا مش كافي، نحبوا سبيطار فيه جميع الاختصاصات ونبعدوا على الاكتظاظ بتاع الرابطة والشرنيكول والكل، ولما لا مستشفى جامعي. في الموضوع الثاني هو النقص الفادح في وسائل النقل اللي تربط المعتمديات نتاع ولاية منوبة بمقر الولاية وبعضها زاد. ثم موضوع آخر حبيت نحكي عليه هو موضوع الحرفيين وأصحاب المؤسسات الصغرى في ولاية منوبة. عندنا حوالي 7 قرى حرفية منتشرة في أنحاء الولاية وثلاثة منهم في دوار هشر، وبالمناسبة هذه لما لا تفكير في بعث قصر معارض كما الشرقية كما الكرم كما سوسة كما صفاقس كما القابس، على خاطر منوبة قطب هام في جانب الصناعة التقليدية وعلاش لا ما يكونش عندنا احنا المعرض نتاعنا. وكذلك عندنا عديد المشاكل على مستوى دوار هشر، هو موضوع النيابة الخصوصية ذكرني الأخ قبيلة قال لي علاش ما تلموش الجمعيات والمواطنين وكذا وتهتموا بالشأن العام اللي يهم المحلي. نقول له عملنا تنسيقية محلية للمجتمع المدني في دوار هشر فيما يخص أول موضوع خدمت عليه هو النيابة الخصوصية اللي ماسكة بزمام الأمور في دوار هشر واللي هي في الحقيقة هي تعيين سياسي وتخدم كان في أحزاب سياسية ويخدموا كان في بعضهم
بإيجاز التنمية في دواريشر معروفة وما تخفى حتى على خافي البنية التحتية المهترئة، الوضع البيئي كارثي ينبأ بالأمراض وينبأ بالأوبئة، كذلك الجانب الثقافي والرياضي. الجانب الثقافي والرياضي هذه أهم حاجة بعد الصحي، يعني نعتبره على خاطر تفشي الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة والمش منظمة والزطلة وانسيت سويت. على خاطر لو كان الشاب في دوار هيشر ولا في منوبة يلقى فضاءات ترفيه وتأثر وكذا ما يوصلش للانحراف هذا. وشكرا. باش نطرح نقطة ولا اثنين وبعد نتعدى الحلول العملية. عندنا مثلا كان التران الموجود اللي تنحى عام 92، تران الأحواز اللي يربط بربة وجديدة والليزاقار اللي كانوا موجودين، ونعرفوا النقل اللي هو شريان الحيوي ديجا ذي معناها التران تو مش موجود اللي هو متاع بيجا بنزرت. باش ما نحكيش نعملنا اللي كانوا يحكوا على المبادرة المواطنية والمجتمع المحلي، التجأنا معناها عن طريق الآلية القانونية، كتبنا معناها انا ومجموعه من الاشخاص عملنا بيتيسيون فيها تقريبا 1000 توقيع ورفعناها وقت الوزير النقل وقت اللي كان الهاروني، وخذيت فيها ديشارج وكذا. بعد تعليت الآلية الاخرى اللي هي الصبيه معناها عن طريق الاعلام، وتعدينا بعد الآلية الاخرى اللي هي اعطت اكلها اللي هي الآلية المجتمعيه، اللي وقفنا وسكرنا وقفنا الترام تاع بنزرت وبيجا اللي هما يقفوا يتعدوا في جديده اللي فيها جار برينسيبال وما يقفش، وعطات الأكل متاعها وقفنا تران الأولاني اللي هو اللي هز الجيش. باش ما ندخلش برشا في التفاصيل، عطات الأكل متاعها، جاء المدير العام تاع شيمينو عطى إذن باش يرجع يقف التران. معناها اللي كانوا يحكيوا على المواطنين وكذا، راهو المواطنين تحركوا معناها من غير حتى غطاء. عمليا صحيح فما تران ولا يقف 6:45 نتاع تران موجود من قبل ديجا، هذاك يسموه سبيسيال، معناها 6:45 نتاع الصباح فما تران الاخر نتاع باجه اللي كان لا يقف لا في جديده لا في طبربه ولا يقف، ديجا 7:45 تران الاخر نتاع 7 كيف كيف ولا يقف، والتران نتاع 8 ولا يقف وموان. فما كذا فما نقطه اخرى زاد وقت اللي جا زاد وزير النقل، علاش نحكي؟ لانه الفتره هذيك صارت فيها الحاجات هذيك الكل، عطى وعد في الولايه اللي هو وقت اللي كان عبد الكريم الهاروني، قال باش طلبنا منه، قلنا نحن في اطار هالمبادره المواطنيه باش ننميوها، مش معقول انت تو تطلع من جديده يقول لك التران ب 2800 لتونس اللي يقفز الدوزاري اللي هي تبعد تقريبا 20 ولا 25 كيلومتر، ومشيت جبت انا الطريف تيكيم تاع الطريف تاع التران تاع بور السدريه، وشفت لي معناها جبت حتى التيكيم تاع القصاصه الشهريه وحطيتهم كل شيء قدامه وصورت وكذا، قال باهي وباهي وكذا ما وصل حتى شيء. تو حاليا التران قاعد ب 2800، نحن شنو نحبوا؟ على الاقل التران كي يقف تو حاليا وموا تتفعل. هذه مربوط كي جينا حكينا مع وزير النقل قال لا مش نبدلوا قانون الشيمينو وكذا، باش ما ندخلوش في برشا تفاصيل، على الاقل نطالبوا اعاده تشغيل قطار الاحواز بالمطالب الرئيسيه والمهمه برشا اللي هو كان موجود معناها تنحى تقريبا عام 92 وكان بون ليو معناها موجود غاديك يوصل حتى لطبربة، نرجعوه ذايغ لانه نعرفوا النقل شريان الحلوي حتى اللي ما لقاش خدمه في طبربة ولا في جديده ولا في شوات راهو ينجم يخدم في منطقه صناعيه، خاطر تو انت ترجع الترام وسكه موجوده اسهل من اللي باش تحدث معناها منطقه صناعيه جديده. مثالش اللي ما لقاش تو تجي العباد غاديك يقول لك باش يخدم ب 400 دينار 350 دينار في تونس، يقول لك يا اخي باش نمشيهم ترونسبور انا تاكسي جماعي معناها ب 2000 فرنك ماشي ب 2000 فرنك جاي. عاد واحد كان ربما يروح البنزرت ولا نابل، انت كي تروح البنزرت فالتران تقريبا ب 4700، كي تروح الجديده ب 2850 معناها تقريبا تو 3000 ولات السوم نتاعها 3100. طلبنا على الاقل اعاده تشغيل قطار الاحواز. وفما مشكله اخرى تو قاعده تصير، التران لرافير هذاك اللي باش يوصل تو قريب القبيعه ما فما حتى واحد فكر فيه في الرباطمون. ممكن باش تحكي لي تقول لي السكه باش تكلف دي مليار، خاطر حكيت مع عباد مشيت لعلي فرج هذا المدير العام تاع النقل البري ما خليته ونمشيت انا معناها بمبادره شخصيه، مشيت للمديرين والوزراء وغيرهم كلهم قابلتهم معناها الحكايه هذه الكل يسمعك وكذا، ومنهم وما فاهم الوالي القديم وحضرنا في اجتماعات وهلو مجر. علاش قلت لك وقت تحركنا الاليه المجتمعيه ما لقينا حتى حل، وقف التران تو ما يجيو لانه قريب 4 شهور ولا 5 شهور كتبنا في الشروق، هبط في الشروق، هبط في الجرايد غيره من الحياه اللي منتونين. وقت اللي جاء وقت اللي وقفنا الترام تاع الجيش، وقت جاء المدير وعطى الاذن بكذا، وطلبنا مش بفيربالمون طلبنا في المارش، تو كي تجبد المارش التران اللي يمشي لجديده اللي يمشي لبنزر تلقاه يقف في جديده. باش نحكوا معناها صحيح المبادره المواطنيه واللي كنا نحكوا فيه والوعي نتاع المواطن، فما نقطه اخرى باش نكونوا عاملين، تو لا رفير اللي باش تعمل مش باش يهم مثلا كان منطقة القباء، علاش ما نفكروش في رباط مونك يران تربط معاه؟ علاش انت تو عندك زوز مديرين عامين؟ معناها ذاك الليرافير هي الشبكة الحديدية السريعة ديجا هي أول تجربة، معناها الخط هذاك فيه تقريبا 13 كيلومتر، هذا معناها بريفيو يحضر 2016،
معناه باش يوصل حتى هيك تقريبا قبل القباع بشوي معناه سنيد بن عبد الله غاديك. نحن فاش نفكروا باش نعملوا خطوه استباقيه لانه كي تعمل التران ويتم احداثه بعد ما عادش نجم نتغير. علاش ما نفكروش مادام كل شركه عندها مدير عام واحد؟ معناه شيمينو الشركه الحديديه للنقل هي ديجا عندها بي دي جي واحد وليس انتي عندها معناها بي دي جي واحد. علاش ما نفكروش من تو في محطه نتاع رباطمون تربط تولي الكيران وموا تجي من جديده وتبربه ودليل وغيره وموا فهمت وليت نجم تربط مع التصور انت معناها وقتها معناها يقولوا باش يعملوا باركينج. يا اخي واحد تو كان عنده كهرباء بيجي بها من تبربه القبعه يا ما عاد يكمل يهبط بيل تونس. على الاقل نفكروا في حل عملي معناها نجموا خطوه استباقيه من تو نخدموا له اللي هو يتعمل محطه ترابط غاديك. انت كي تعمل محطه ترابط غاديك على الاقل خاطر باش تو من تو باش تبدا تخدم عليها مع المدير العام للنقل اللي هي شركه النقل اللي هي نتاع الكيران والمترو باش يفكر في البروجي. خاطر كل وحده ديجا شفت انا البروجي حكيت معنا الشيف دو بروجي قال لي راه مش موجوده جمله الفكره يكذب عليك اللي يقول لك باش يعملوا رباطمو ولا فما فكره كان انتم ماكمش باش تحركوا وتضغطوا وتطرحوها الفكره ذي راهي باش يتعمل الدوا سيرفير معناها باش الدوا سيرفير معناها واحد دي كومين صغيره هذيك هو تعمل معناها سبيسيال مول مناطق معين ديجا حتى كي تشوف معناها لي زاكار اللي باش يقف فيهم معناها مش باش تعدى على برشا بلايص. لهنا نفكروا نحن باش كي نحكيوا على حاجه على الاقل مكسب جال من نوبه نفكروا في حلول تو خاطر كنت ما نجموش نعملوا تو مثلا سكه حديديه باش توصل لتبربه لانه تكلف برشا فلوس. على الأقل حنحاول نعملوا خطوة تولي مثلا تنجم تدخل الكار على سبيل المثال توصلوا للجزرنا الثكنة متاع النوبة وتنجم تدخل من غاديكا مثلا على كالطريقة ذاك صغير وتربط تولي فما رباط موت سهل لأنه الاكتظاظ الكبير برشا نتساق. خاطر أنا بيرسونيل مو نعاني من نقل سي عندي موية ترانسبورت أو لكن كيما يقولوا فيها اللي تكوى من الشربه ينفخ في الصلاه. نحكي على جينيراسيون فيديور كرا بنتي نهار اخر وانا نعيش في جديد ما نحبش معناها والراس صغار الاخرين وغيره. على الاقل نحاولوا نبعثوا على حلول. النقطه الاخرى اللي هو الجانب الصحي. الجانب الصحي صحيح مبرمج للناس بيتر وحضرنا معناها حضرت انا بالزهر معناها في اجتماع نتاع صحه وغيره ومبرمج معناها باش تعمل في المنطقه دي. نفكروا في حاجه اخرى عمليه ناخذوا التجربه من سبيطار بربه اللي هو مستشفى محلي. انت تعمل سبيطار بربه وتجي مثلا باش ناخذ نحكي على منطقتي اللي انا نعرفها نجي المعتمديه الجديده اللي فيها ست عمادات اللي من شوات باش يهبط للسبيطار اللي موجود في طريق الشويقي ياخذ ثلاثه نقل الريف كل نقل الريف ب 600 معناها تقريبا نظمه 18100 و2000 هو كي ياخذ النقل الجماعي ب 12100 فرنك يولي يهبط لهنا المنوب يقول لك انا يساعدني غير. تصور انت باش يهبط من شوات باش يهبط لجديده ومن جديده باش يزيد نقل لتبربه ومن تبربه باش يزيد نقل واحد اخر باش يمشي خارج تبرب. هل معقول معناها وزاره الصحه وديجا وقت اللي كان موجود وزير الصحه طلعت لي يعملوا لنا كار يا خويا سهله برشا انت ماك عملت سبيطار في منطقه معينه اعمل كار تربط اسمه كار سبيطار شنو فيه؟ على الاقل المعتمديات الموجوده قريبه غاديك مثلا انطلاقا من معتمديه جديده والبطان وتربه على الاقل يكون سيركوي كيك كار خاصه بالسبيطار. خي مواطن كان عنده باش يصرف هذوما الكل هذا علاش ماشي مش عادي؟ على الاقل تعمل كار تربط. نفس الحكايه اللي كان يحكي عليها زاد الشعب منوبه ما عندناش كار تربط ما بين المعتمديات. تصور عندك قضيه معناها مانيش عارف في دوار هيشر وعندك قضيه في المرنقيه تاخذ دو ولا تروح ترونسبور. انا بيرسونيل مون نهبل تونس كي تبدا عندي قضيه ما نكذبش عليك معناها نولي نفكر معناها نمشي نقضي قضيتي في تونس خير مش نهبط نقضيها في المرنقيه. معناها على الاقل تعمل الكار داخل الولايه تربط معتمديات الولايه. الحاجه الاخرى تو باش تعمل السبيطار ديجا في بن نبيل هنا مخصصين له 15 هكتار وحتى كان في فرصه اخرى تولي لكم البي دي اف معناها خذيته بطريقه اخرى ربما من الحاجات اللي على الاقل شويه مهارات تعليميه. خذينا الرابور نتاع الصحه دي طيب في ولايه منوب والمره اللي فاتت جمعونا معناها وكان معنا حاضر عم حمادي جمعونا باش يقولوا لنا معناها الحوار المجتمعي. غزرت انا قلت لهم بربي حاجه برك ماذا بيا تعطوني المشاريع الموجوده خاطر انا بيرسونيل مون كان فما بي سي تو نعرض معناها المشاريع الموجوده ولتناقشت والنقائص اللي موجوده في ولايه منوب. صحيح باش تعمل لهنا ومخصصين له 15 هكتار باش تعمل لهنا مستشفى جهوي وجا وقت لوزير النقل عبد اللطيف المكي وعملوا معه زياره ومعناها بالزهر انا كنت حاضر متعدي بحث منوبه بحث الولايه غاديك نلقى حكايه كما كي دخلت به. اللي يهمنا في الموضوع نحن على الاقل نفكروا تو اموا في كار في موان ترونسبور خاطر كنت باش تعملوا لهنا مثلا فما دوار هيشر فما مناطق اخرى مثلا صحيح قريب ربما المنوبه سونتر لهنا انا هايدر ما ماتي لهنا في نهج المكنين معناها وين البلديه وين المعتمديه معناها ليك اللي هو باش تعمل لهنا في الطريقه ذي معناها في طريق صناجه في 15 هكتار معناها باش تخدم وحتى معناها هاي موجوده الميزانيه نتاعها. نحن على الاقل كخطوه استباقيه نحاولوا نوفروا النقل اموات تعمل الكار معناها شنو المقترحات باش نكونوا عاملين تعمل
أنا محطة نتاع رباط مو نتاع ربط ما بين لا رفير ذاك اللي باش تعمل معناها انطلاق الاشغال تقريبا باش تكون في 2016 ربما بالتعطيل تكونش 2017 على الاقل تعمل رفير غاديكا لانه حتى كي تفكرها ايكونوميكمون لسانتي سعاده هي الكار تقف غاديكا وتعمل رباطمون علاش كنا نفكروا في الحكايه ذي خاطر عندك زوج مديرين عامين ما فماش معناها الشركه برك باش خاطر انت غدوه باش تطرح اشكاليه يلزمها اللي تتعالج من تو اللي هي حكايه التيكي خاطر المواطن باش يقص في الكار ويزيد يقص في التراب ما يساعدوش على الاقل تعمل له رباطمون كان جاي مثلا مترو تقول لي مثلا هيك موجوده كار مثلا كيما صنهاجه لهنا بالتيكيه ذيك بيدها معناها على الاقل نشوفوا معناها على الاقل نشوفوا حل الحكايه ذي وحاجه اخرى حكايه السبيطار نحاولوا نوفروا النقل وشكرا سامحوني على الاطاله. حطاب العشاشي رئيس الاتحاد المحلي الفلاحين في المنوبه. بالنسبه للمنوبه في السبعينيات هي يعني الممول الولاية تونس يعني من الخضر والواحد كبر 35% إلى 40% الأراضي في الأحياء الخصبة في منوبة. اليوم منوبة ولات يعني يجور حشيك عندنا خريطة في الأحياء أراضي يعني بالأحمر في الأحياء ما تتمسش. في التحول هذا دخلت بعدها الأراضي في الأحياء كلها مشات بني ها والفلاحة يعني قاعدين يعني شادين الخاوي شباب تاع الفلاحة قاعدين الواحد. وعندك حاجة أخرى المندوبية الفلاحية عندنا مندوبية فلاحية في منوبة راقدة الموانزين تاع بيروات وتاع كليماتيزور ونار كامل هم قاعدين في البيروات ها لا يطلعوا يطلوا على الفلاحة ولا يوريوا يعني الفلاحة شنو يعني العمل اليومي بتاعهم ولا يعني على الأمراض ولا على الواحد نهار كامل وقاعدين في الواحد. الشبكة المائية في منوبة تاع مجر ده من عام من الخمسينيات تهرات أراضي يعني كانت تنتج اليوم قاعدة بور. فينا المندوب طلع المندوب شاف من هنا قال هنا تو نصلحه تو ثلاثة سنين ما صلحوهاش فما ما يقارب درجة يمكن 1000 هكتار يعني كانت تنتج يعني بالقنوات تاع مجر ده البعد اليوم القنوات كلها يعني تكسر. عندنا يعني 170 هكتار أرض فلاحية أو فوق منها من هنا خذتها لفهاش توا 8 سنين قاعدة يعني هاملة. السنة أنا كرئيس اتحاد محلي الفلاحين جبت لهم 11 الفلاح موجودين في الفيرمة وزرعوها شعير وقمح هاي توا هنا صابة يعني نجبدوها منها من الوح 8 سنين قاعدة هاملة. جات الجبل غديك خذتها لفهاش لفهاش خذت الجبل هذاك منوبة غدوة إذا كان باش يبنيوها وما يعملوش ليزيكوات ولا كل شيء تولي صبخة الجبل كامل. أنا فلاح مزر ذريت يعني من الكنال وطن القبلي هذا تاع مجر ده مدة تو 15 يوم. العساس بومباو الماء من دوار البي وعندنا باب هنا باش يعدي الماء للوطن القبلي العساس رقد طلع لي على الثانية مشالي 5 هكتارات وتخلي يعني في الجراجات تاعي عندي يعني ماتريال واحد شال كله يعني مشى. جات الحماية المدنية ما جات الحماية المدنية إلا ما كلمت القاعدة في تونس على الداخلية باش طلعت الحماية المدنية الأربعة تاع الصباح جاو طلوا شافوا كذا وهبطت من هاد كل شيء ومشاو على أرواح. قالوا لي جا نهار اثنين جيت مشيت لهم نهار اثنين نلقى العوانة اللي هبطوا ما لا عملوا محضر ولا عملوا واحد شيء ما عملوا. مشيت الكولونيل تاع المدير كلمته عايت لهم من ديارها كيفاش ما عملتوش محضر قالوا لا فما حتى شيء. وريته تصور وريته الوقت على العدل المنفذ الماء كيفاش هبطت على السلعة تاعي وعلى التراب وكيفاش دخل الكراجات وكل شيء ها وانا قاعد نستنى تو في المحضر تاعي. هذه حاجه. حاجه ثانيه الاراضي الفلاحيه في منوبه الاراضي الدوليه عندنا فيرما تاع كليما من احسن فيرمات في منوبه فيها 170 هكتار عملوا فيها الواحد هذا الله يسامحه وزير الفلاحه اسمه هذا الواحد القطب قاعده هامله
الخطبة عاملين ما بين الإدارة والإدارة يلزمك تاخذ تاكسي باش توصل. 50 هكتار خذوها قاعدة يعني هاملة، وفما توا 70 هكتار قاعدة هاملة فيها خوخ، فيها القرص، فيها الزيتون. كلمت الوالي كمال بن علي خزالي سي الحشاشي، قال لي لا هذيك حاجتي بها رزق بوك. قلت له جات الانتخابات على الواحد تاع الجامعة، جاب ربي قبل الواحد طلعني من الجامعة ومن الشعبة ومن البلدية تحت فيهم. جات الواحد للواحد 14 جانفي، ها بعد تقريب 5 أيام طلعوا الكل الواحد. نوريك ستار الناس كيفاش كانت تعمل. واش بخليها لجماعة طرابلسي؟ هاو عندنا توا هنا بحدنا 11 هكتار، 11 هكتار تاع ساحلية لطيفة التوامي، خذاتها السواحلية رجلوا لهم ورا وبعتها لمحمد الناصر بن علي. قداش بعتها؟ بعتها ب 11 هكتار ب 11 مليون ب 11 مليار محمد ناصر طرابلسي ب 11 مليار او كما اخذها. يعني قاعده توا بسمع حشاك عمل كما اجمل يعني بسمع واحد اخر او قاعد فيها راجل توا اشتغل في المترو، طال في المترو 280 دينار باش يحب يقسمها. وهي وقتها وهي منطقه في الواحد منطقه في الحي خضراء جاو تقسموا يعني في ال 11 هكتار بحدايا من غاديك كنت كريها انا ما عند مجر ده. جا كمال بن علي وقسمهم وعملهم مبيتات. فما مبيت توا تاع اسمه استاذ القربي، استاذ القربي الوزير او قاعد توا 4 سنين قاعد واقف مسكين حاضر المبيت تاعه وعامله كل شيء ورجله وصرف الدم تاعه عليه توا مع توا الرخصه تاعه. في منطقة في الحي وقاعدين الاخرين توا 8 يعني ديلو قاعدين فارغين توا مدة يعني 6 سنين قاعدين فارغين. المراكب الرياضي تاعنا تاع منوبة مراكب رياضي عملوا يعني للواحد وقاعدة قايمة بوجبة البلدية وعملتوا الأضواء تاعها وعملتوا كذا ومن هنا بشوية. لا لا هو باش نجيك على الكتف الزبلة. الزبلة هذيك ستار فما جراف كبير ياسر تاع جماعة تاع سيجومي تاع الواحد تاع سيجومي المصب قادوا تقريبا يمكن 6 ولا 7 أيام. جاني رئيس البلدية قال لي سي الحشاشي الواحد ناخذه يعني 5000 مترو بروفيزورمون وقتيا نحطوا فيها الزبلة باش نظف المدينة. ما قادش المدينة الواحد قاعدين توي ينظفوا فيها وباش يهزوها يعني بمشاورتي انا يعني اعطيته يعني 5000 متر باش يحط فيها زيت للباهي. اي لا لا قاعدين يهزوا فيه توا قاعدين يهزوا فيه. لا لا قاعدين يهزوا فيه يهزوا فيه يهزوا فما الباهي شويه قاعدين يهزوا فيه. بقينا البلديه تاع منوبه المجلس هذايا والله قايم بواجبه للواحد قائم بواجب المجلس البلدي تاع منوب. النظافة موجودة، النظافة الأضواء موجودة، تحسين يعني المقبرة يعني يعطي الصحة رئيس البلدية حسنها ورجلها وعملها كل شيء أمور مريض نظفها. قالت مسية يعني مدة 20 سنة جاء هو حسنها وعملها السور وكذا ونظفها يعطي الصحة. البلاد الضيفة بارافور البارد ولا الواحد قاعد المنوبة البلدية قائمة بواجبها. كاين الكنز الزبلة يبعدوه وكا فين الكنز تاع الواحد فما توا مقاول بالسمية تاعو قاعد يزف الزبلة وإن شاء الله معاش يرجعوا يصبوها. وحاجة أخرى الحلول تاع الشباب تاعنا تاع منوبة ها الحلول يلزمنا نعملوا مركز يعني تاع البسنة نعلموا الشباب يعني الكلتور ماريشير ولاد كل شيء. وعندنا اراضي يعني في لحية نعملوه من جمعيات تنمية في الاراضي كما يقولوا ناخذوا 70 هكتار كل يعني شاب نعطيه 7 هكتارات ونمولوه
ويخدموا مع بعضهم ويعملوا له مجمع يعني تاع التنميه ما ما بعدها. وحاجه اللي ناقصه في منوبه هي زون اندستريال صغيره يعني حرفيه في المعتمديه تاع منوبه يلزمنا نعملوه باش الشباب يلقى ما يخدم. هذا كما نقول لك سي طارق. والحقيقه نحب نحييك انت ساعه عبد الرجاول لانه اول مره تقريبا نحضر ونلقى سي طارق نشوف فيك في التلفزه وتدا مداخلاتك ومعناتها مواقفك وسياستك كلها شاطروك فيها لانك اندلت على شيء دلت على الوطنيه نتاعك بدرجه اولى. وبالطبيعه انا نحب زادة في نفس الوقت اول مره نتقابلوا لك في نفس الوقت باش ناكد عليك في حاجه ما تنساش الجهه سي طه ولو انت اليوم هذا اكبر معناتها دليل انك الجهه مهتم به ما نقولش لا وقعدت سه. ولكن اليوم باش ناخذ حتى الحديث الخياني اللي تعرضوا له في جميع المجالات نعتبره أنا هذاك التونسي ديما الغرب مازال قلبه معبي ومازال ديما يشتكي ومازال ديما يعني يطرح في أشياء بتبعها اللي كانت فيها الإيجابيات ولكن فيها برشا سلبيات. ومنوبة بصفة خاصة أنها تعتبرها صعب العكس ستار منوبة تعتبر محظوظة البقية الجهات لأنه احنا منوبة اختش تحثت هي كولاية وجاتها فهمت لله تنمية. علاش زاد تحدثت؟ هي في الحقيقة ما جاء القرار إلا من النقائص اللي فيها ومن الوضعية المزرية اللي كانت عليها وإحنا تابعين ولاية ريان. اجعل أنه على الأقل في بعض المسائل اللي اليوم نتحدثوا عليها إحنا وغير مستغلة وغير موظفة التوظيف الأمثل. اليوم تونس الكبرى ككل سي طاهر هي في حد ذاتها عقلية رأي وثقافة بالنسبة لنا إحنا في تونس أنا. تونس العاصمة ذي وحوازها اللي نحن نعتبره من نوبة أحواز تونس العاصمة في الحقيقة ولا ريانة ولا بن عروس. ولكن التمشي التنموي اللي عشنا عليه سابقا اليوم إنه كل بلو ما عادش ينجم يواصل به الواحد. اليوم دستور جديد والدستور ينص ويأكد على التنمية الجهوية وعلى الاستقلالية الجهوية وحتى المحلية. وإحنا في هذا تقريبا كي نقول أنت عند الدورة ستار اليوم الناس كل مقتنعة أن وسائل الإعلام والكومينيكاسيون هما اللي نجم يكونوا أكبر أداة باش الناس كل تتحسس والناس كل تتضامن مع بعضها على برنامج معين بالطبيعة وعلى مخطط نتاع تنمية جهوية. ولكن في الحقيقة زاد المخطط هذا ما يكونش باش يكون في عزلة هو من بقية الجهات ولا من الدولة هذه في حد ذاتها. ولكن يلزم التفكير والسعي باش نحدد يعني مخطط جهوي وبالطبيعة منوبة الوضعية نتاعها تكاد تكون يعني في وضعية نجم نقول حسنة بارابور الجهات أخرى يعني وقت يتحدث عن الجهات الداخلية تاع الجمهورية يعني فيها المرافق وفيها بوتنسيال لو ولادها والكفاءات اللي فيها معناتها ينكبوا وبشوية بشوية يتبلور هالمخطط هذا ولا هالبرنامج. وهذا باش يعدوه مش تاع أشهر هي ولا تاع سنوات وهذا ممكن وهذا تنجم تلعب فيه دور. انا نقول حتى في البرامج نتاعك سي طاهر خصنا يعني شويه وقت للبرنامج الجهوي مهم التنميه الجهويه في منوب وبالطبيعه بتشريك الكفاءات واهل قال الاخر الذكر من جميع الشرائح من شباب من معناتها كفاءات معناتها خبراء من معناتها ناس اعلاميين اللي زاد عندهم باع وذراع من كل النواحي معناتها لازم ناخذوه الموضوع معناتها حتى يكتمل ويتبنى على صح وعلى قاعده. واعتقادي احنا بدينا يلزمنا نفكر الناس كل وانا نأيد بعض الاخوين اكدوا على حاجه الاحزاب السياسيه ما استناش منهم حاجه كبيره لانه اليوم بعد 3 سنوات هي صحيح خاطر لانه الثقافه السياسيه نتاعنا هالتعدديه هذه هي جديده في حد ذاتها. ولكن ظهرت الانانيه نتاع زادها بصفة عامة التونسي وأنا واحد منهم أنه التفكير ديما النظرة ديما قصيرة ياسر يعني يخمم حتى وين يوصلش للكرسي شنو هي الوسيلة اللي نجم معناتها يستعملها باش يخلط النتيجة اللي حاجته به. ولكن عمره ما كانت الغيرة أساسا على البلاد ولا على وضع البلاد ولا على عامة الناس. وهذا إن شاء الله بشوية بشوية احنا باش نتعودوا عليه ونتعودوا عليه باش. وهذا اول فضاء انا حضرت فيه وهذا صافي بارتي مش نتحدثوا فيه سي طاهر انه غدا تجي اكثر معناتها تهتم معناتها كفاءات اخرى تحضر وتكون ان تابل روند وخاصه قبيل الاخ جبد ولو ما ندخلش ياسر في التفاصيل نعاولوا ياسر على العمل الجمعياتي والمجتمع المدني اللي هو يعني نجم نقول ونجم يكونوا جمعيات يتبعثوا
كل حد في اختصاصه معناتها في بيئته وفي معناتها مكوناته، وثم وقت نتلقاو ونذري حوار فيما بيننا راهو باش نخلطوا الحاجه به. والبوتنسيال تاع الفلاحه سي طاهر، خاطر انا فلاح في الاصل سي طاهر، البوتنسيال تاع الفلاحه كبير برشا في منوبه، ولكن بعد هو الغرب تو الكارثه اللي جاتنا هذه اللفحه الناريه هذه هي مازالت فيها شويه امل ممكن تاع بعض معناتها التدارك، لكن الغرب اللي يخلي الفلاح يأيس ما فماش معناتها مرافقه من الدوله اللي هي في انفلات وما هيش لاهيه بهالامور هذيا وضايعه الناس في لا ما عادش عارفه روحها يعني اون فوا بلو لو بو دو تونيل. هذا يخلي انه على الاقل احنا في الفلاح، انا شخصيا زاد في نفس الوقت رئيس جمعيه فلاحي واللي هي مازالت احدثناها جديد باش نحاولوا نخدموا ونشطوها. علاش؟ باش نحدوا اذا كان فما امكانيه في الجهه كيفاش ننمي هالقطاع نتاعنا هذا مستقبلا، وخاصه مع الناس اللي تضروا في الفيوبكتيريا هذا اللي باش تخلي يلزمنا نغيروا النظره نتاعنا للمستقبل نغيروها. علاش؟ انطلاقا من هالمحيط اللي احنا فيه اللي هو المتوسطي واللي هو بالطبيعه موقعنا كمنوبه كجهه راهو عندنا فيه معناتها قدرات معناتها كبيرة برشا، وهذا بالطبيعة مش بيجي تو في فضاء كيما نكتب احنا مش ندخل ياسر في التفاصيل، ولكن أنا نقول ونأكد سي طاهر أن دورك كقناة وبالطبيعة نعرفك اللي هذا سمعته حتى منك مباشرة في بعض معناتها المناسبات أنك عندك حنية وعندك معناتها على هالجهة هذه وعلى منوبة بصفة خاصة اللي تخليك تنجم أخويا مساهمة نتاعك هذه تكون جبارة وقت اللي الأخرين كلهم يزيدوا يتحسوا وتزيد معناتها يتلم الشمل بقطع النظر على انتماءاتنا السياسيه سي طاهر. رانا كمواطنين خلينا نركزوا على المواطنه والمواطنين وقال الاخر والجهه. كيفاش انا وانا نقول انا من تو ننبه هو تو احنا داهمين زاد على المحطه هذه تاع الانتخابات. انا ديما نقول فيها سي طاهر حتى من مواقع اخرى انه نردوا بالنا ما نمسكوش رواحنا ياسر في الجهه من جراء المحطه الانتخابيه هذه. راهو في الاخر الهدف الاساسي نتاعنا هو مصلحة الجهة ومصلحة البلاد ومصلحة والتنمية معناتها كيفاش تنجح وكيفاش بالطبيعة نساهم في التقليص من البطالة هذه وكيفاش وراه عندنا يعني إمكانيات. ونعاود نقول سي طاهر حتى من الخارج في إطار التعاون الدولي راهو متوجهين ياسر للجهة نتاعنا، ولكن يا خويا يلزمها مش زاد بأمور اعتباطية بتجي الأمور هذه، هذه يلزمها الدراسات ويلزمها هو أنت يبدا تشخيص في البداية وراه موجود راه كل شيء ممكن هذا باش نوفروه مع بعضنا الناس الكل وقت كما قلت كل حد من موقعه رانا نجم نوصل النتيجة نجم نقول اللي تنفع البلاد وتنفع معناتها العباد كما نقولوه. وهذا اللي حبيت نساهم به وبارك الله فيك سي طاهر. انه اللقاءات الاخرى تكون اكثر تخصيص مخصصه ان كان يخصوها مثلا لقاء يخصوا للصحه، واحد للمواصلات، واحد للترفيه والثقافه، واحد للفلاحه الى اخره. فشكرا مره اخرى والى ملتقى اخر. شكرا.